تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لدولتنا، صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من ينضم إلينا، وكل عام والجميع في صحة وسعادة وطمأنينة، وندعو الله ونحن نستهل حلقتنا أن يحقق آمالنا وأحلامنا. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي بالشراكة مع مستشفى الزهراء، ليكون نافذتنا المفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني محدثتكم دكتورة ندى الملا وزميلي في الاستوديو محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي. معانا اليوم المخرج محمد الصفار والمنسقة حمدة المعيوف، فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين وأصدق التهاني. إذن صباحكم الله بالخير مستمعينا، وصباح الخير دكتورة، وصباح الخير لكل من انضم لنا على السمع. هذه تحياتنا لكم عبر برنامجكم صحة وسعادة. مثل ما قالت الدكتورة، هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. منستقبل كل أراكم ولحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. دكتورة، التأمين الصحي صار لنا يومين ما تكلمنا عنه. صح. التأمين بيكون عندنا موضوع إن شاء الله في الحلقات القادمة، لأن الناس شوية حسيناهم يعني نسوا الموضوع مع منتدى دبي الصحي واهتمامنا فيه، فشوية ما قمنا نذكره، فشكل الناس نسوا شوي، فلازم خلينا نذكرهم. فضل أكيد نذكرهم. نذكر أعزائي المستمعين، هيئة الصحة في دبي قد خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي. شو هو الموقع؟ www.ishd.ae. مرة ثانية نقول لكم www.ishd.ae، حيث يمكن لأفراد المجتمع الدخول عليه للتعرف على تفاصيل منظومة التأمين المستهدفة منها، الباقات التأمينية وكل المعلومات اللي تحتاجونها، وإجابة على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم في مجال التأمين الصحي. جميل. إذن دكتورة، أيضا اليوم سوف نتوجه الآن للحديث عن أهم ما طالعتنا به وسائل الإعلام من العناوين. منحصل خبر حضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمنتدى دبي الصحي، حيث شرف سموه ما يقارب 2000 شخصية قيادية صحية ومسؤول وعالم وطبيب من داخل الدولة وخارجها بحضور جانب من الجلسة الوزارية اللي تم تنظيمها ضمن أعمال المنتدى. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكد أن قطاع الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عموما ودبي خاصة يحظى باهتمامه الخاص، لكونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال. وقال صاحب السمو خلال رعايته أعمال المنتدى بالأمس إن الاستثمار في هذا القطاع هو الأهم والأنجح على المديين القريب والبعيد، لا سيما في العنصر البشري، وتوفير كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا لإدارة وتشغيل هذا القطاع الذي يتطلب حرفية عالية وأولوية قصوى ورؤى ثاقبة وبحوثا ودراسات علمية تفضي إلى اكتشافات مهمة في مجال الطب والرعاية الصحية بجميع جوانبها الوقائية والعلاجية، وذلك لضمان
قدرة القطاع على مواكبة التطور العالمي في مجال الطباعة والاختراعات العلمية والتقنيات الحديثة التي باتت تشكل أساس التقدم في قطاع الصحة في بلادنا. أيضا سيدي صاحب السمو أشاد بفكرة المنتدى وبمشاركة وزراء وكوادر طبية وعلمية وخبراء محليين ودوليين، داعيا الجهات المتخصصة في دولتنا إلى تكثيف الجهود وتوظيف العقول والكفاءات البشرية وما أكثرها في بلادنا من أجل التركيز على البحوث والدراسات العلمية في قطاع الصحة ومواصلة البحث والتحري عن كل ما هو جديد في عالم الطب. كذلك تفقد سموه المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه هيئة الصحة وعدد من الشركات المتخصصة والمستشفيات الخاصة في الدولة. من جانبه أيضا أكد معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القضامي المدير العام لهيئة الصحة أن قطاع الصحة يشكل الركن الأساسي في نهضة الشعوب وتقدم الأمم والأشد تأثيرا في مسارات التنمية البشرية لارتباطه الوثيق بالقدرات الإنتاجية لأفراد المجتمع واتصاله المباشر بحياة الإنسان، إلى جانب أنه من أسرع القطاعات تطورا وأكثرها مواجهة للتحديات المستقبلية. إذن هنالك كانت العديد من الجلسات. تشرفنا البارحة دكتورة بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للجلسة الوزارية وحضر جانب من المنتدى وكذلك زار المعرض. يعني اليوم إن شاء الله بتكون لنا تغطية كذلك لهذا المنتدى مفصلة مع سير الحلقة. ونذكر محمود أن اليوم مفتوح الحديقة التكنولوجية الصحية للناس، صحيح، من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء اللي حاب يزورنا ويطلع على آخر ما توصلت إليه الأمور الخاصة بمستقبل الصحة ممكن أن يطلع عليها من خلال هذه الحديقة. طيب دكتورة، يعني البارحة وأنت تحضرين هذه الجوانب الخاصة بالمنتدى، خليني أسألك هني، أنت كطبيبة شو مدى الاستفادة اللي حصلتيها من خلال الجلسات اللي كانت موجودة في هذا المنتدى؟ أيضا يعني بشفافية، نحن بغض النظر عن أنه ممكن نحن نتكلم عن أن المنتدى هنالك الهيئة تقوم به ولا كذا، لا، أنا أبغى أعرف رأيك أنت كطبيبة، المادة العلمية اللي انطرحت في المنتدى هل استفدتي منها ما استفدتي منها؟ سؤال جميل محمود. طبعا الناس يعني لما احنا نقول احنا كأطباء نحضر مثل هالمنتدى نشجع الناس انهم يحضرون، يقولون اوكي شو الاستفادة لما انا اخلي طبيب او طاقم طبي يحضر يومين من 9 الصبح لين 4 العصر يحضر مثل هذه المنتديات. طبعا انا امس حضرت اول يوم، ان شاء الله بعد بنكون مره ثانيه موجودين لنهايه المنتدى اليوم الساعه 4 العصر. الجلسات امس كانت جدا جميله، من اجمل الجلسات اللي حضرتها كان فيها سعاده وزيره السعاده كانت موجوده معنا امس، عهود الرومي كانت موجوده، بالاضافه الى الطفله الاصغر CEO كانت جلستها جدا جميله، كانت باداره الدكتور حسن كلداري. كانت يعني لما قالوا انها بيبون اصغر CEO احنا قلنا يعني هي بنت عمرها 14 سنه، شو بتوقع تقدم في منتدى ضخم نفس منتدى دبي الصحي وامام الالاف من الناس اللي كانت قاعده؟ بس طريقه الاسلوب، الحوار، المعلومات اللي اعطتنا اياها، انا نفسي معني انا يعني انا اكبر عنها بشويه انها اصغر CEO، بس انا نفسي استفدت منها وايد، استفدت يعني حتى اسلوبها في الحوار واجاباتها مدروسه، ما تتوقع من طفل عمرها 14 سنه. انا نفسي استفدت منها وايد، خذ منها وايد معلومات مع انها طبيبه واكبر عنها، بس انا استفدت منها. وحتى معالي عهود رومي كلامها وايجابيتها صراحه في الكلام، انا كان خاطري انه يكون في تسجيل صوتي للناس لبعض اللقاءات اللي كانت موجوده والحوارات مثل وزيره السعاده عشان الناس تسمعها، لأن قالت كلام جدا قيم، إلا كان موجود سمعه ولا ما كان موجود حرام، هو فات الكلام الإيجابي، كلامها كان مفعم بالإيجابية. زائد أنا أركز على آخر محور كان موجود أمس اللي هو تأثير السوشيال ميديا، كان الدكتور أنور الحمادي كان مع الطبيب الكويتي ما يحضرني اسمه الحين، بس كان جلس أكثر جمعا، هو كان آخر المنتدى، يعني الناس من 9 الصبح ياسين لين 3:30 الظهر، يعني ناس تتوقع ناقش ناس خلاص تعبانة وما تبى تسمع وتمللت من الجلسة، ولكن طريقة الحوار كانت أمس جدا جميلة، الناس كلها كانوا متفاعلين وكانوا نشيطين واستانسوا بطريقة حوار كانت غير اعتيادية، كانوا واقفين ويتكلمون كحوار عادي مو كأنا قاعدين في المنتدى. فصراحة كان تجربة جدا جميلة، ومتأكدة اليوم بعد تجربة تكون أجمل من الحال. يعني طريقة حوارهم كانت مفعمة بالحيوية، صحيح، كانوا ما شاء الله عليهم يعني متحمسين
وعطوا جرعة جميلة. رسالة المهمة كانت تتحدث عن أهمية وجود الأطباء في عالم السوشيال ميديا, الإعلام الاجتماعي. صحيح. لأن هذا العالم مليء بالغث, ولكن وجود الأطباء يجعل لهذا العالم قيمة. صحيح. ويعطي حيد. إضافة. ويعني كانت المسألة بسيطة جدا يا جماعة الخير. يعني كان الدكتور يقول بي يور سيلف. صح. كن كما أنت وقدم المادة اللي أنت تبغي تقدمها. وبالعكس هذه مسألة وايد مهمة دكتور, أن الواحد يتواجد في هذا العالم, وأنا أيدهم الصراحة. أكيد. ما نقدر أكاونتات ولا؟ عندي أكاونت. يلا زي ما نقدر نعلن هني, نحن هني بس نعلم على الهيئة. لكن عموما بعد الفاصل منتوجه إن شاء الله إلى المنتدى الدكتورة إن شاء الله. نشوف شو عندنا آخر المواضيع. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 فاصل, وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. أطيب التحيات لكم مستمعين الكرام, وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. حمدة بس كلميني على هذا. نعم عقب خمس. طيب أطيب التحيات لكم مستمعين الكرام, وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام, وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. الآن من معانا دكتور محمد الرضا. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بنور وسرور بيوسف. اليوم محمود يوسف معاك في الاستوديو, ومعاك الدكتورة ندى الملا بعد. هلا دكتور. ونعم دكتورة. ينعم حالك. حياك الله دكتور. يعني المنتدى في يوم الأول حظي ب يعني زيارة وتشريف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي. هذه الزيارة أعطت الكثير من الأبعاد والكثير من الإضافات لهذا المنتدى في دورته الأولى. طبعا نتحدث عن اليوم الأول بشكل عام دكتور عن هذا المنتدى, وكذلك سوف نعرج على اليوم الثاني إن شاء الله أو فعاليات اليوم يعني شو راح يكون فيها. لكن في البداية خلنا نتحدث عن تفاصيل اليوم الأول أو ملخص لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله تشريف سيد صاحب السمو الشيخ محمد للمنتدى أمس كان مفخرة للجميع الذين عملوا على المنتدى, والحمد لله كان عندنا كوكبة من المتحدثين أمس من سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة. وما يخفي كانت من أفضل الجلسات الجلسة اللي حضرها سيد صاحب السمو الشيخ محمد جلسة الوزراء. كان معانا معالي عبد الرحمن رويس وزير الصحة والوقاية دولة الإمارات, ومعنا كان معالي أحمد السعيدي وزير الصحة في دولة عمان, وكان أيضا معنا الوزير الأسبق للصحة في دولة قطر. والحمد لله كانت يعني كان نقاش بيوسف. أقول لك أنا ما توقعتهم يطلعون بهذا المستوى الراقي من النقاش, وأيضا حس الواقعية. نحن بغينا هذه الجلسة تكون واقعية لآخر مدى, والحمد لله وفقنا فيها بحيث أن ثلاث وزراء قاعدين يعطونك خلاصة خبرتهم في الصحة واستشرافهم للمستقبل. جميل. أرقام جميلة تم عرضها, ويعني توقعات جميلة وواقعية بإذن الله. يعني يمكن أنا عجبتني مداخلة وزير الصحة في سلطنة عمان. كان يتحدث دكتور عن, بما أنك تطرق للشفافية والواقعية, كان يتحدث عن أهمية برامج الوقاية في مجال حماية المجتمع, ولدرجة أنه وصف نفسه قال نحن مش وزراء صحة, نحن وزراء مرض. صحيح. والناس وحضور كلهم ضحكوا أمس لما على مش قضية أن الموضوع يضحك دكتورة ولا هو عق يعني هذا, لا المسألة قال للأسف أن معظم هو كان يسعى دائما أن واللي نسويه نحن في برنامجنا دكتور أن يا جماعة الخير الصحة بديك أنت
مش بيد الوزارة ولا بيد الهيئة ولا بيد أي شخص ثاني، أنت اللي تحافظ على صحتك. كان يركز على مسألة أن أنت كفرد من المجتمع يجب أن تهتم بصحتك، يجب أن تعي لما لعاداتك، لسلوكياتك، لأكلك، لشربك. هذه المسائل كلها ليست من مسؤولية الحكومة على قدر ما هي من مسؤوليتك أنت الشخصية. وايضا معالي الطبق الى العمر المتوقع لل يعني في للرجل والمراه في سلطنه عمان، فكشف ارقام صراحه قال ان متوقع عمر المراه تقريبا اكثر ب10 او 15 سنه اكثر من الرجل عندهم. فطالبنا نحن بعدين ان لا يجب ان يكون مساواه بين الرجل والمراه. صحيح صحيح. فالحمد لله كانت جلسه جدا ثريه، نقاش قوي من اقوى الجلسات. يا دكتور انا افهم من كلامك انت تبغي تقول ان الحريم يعني قصرون عمر الريايل. أنا هذا الكلام أنا أقول لك الوقائع اللي نقلها على الإنسان معاك. أنا ما بعلق على كلام محمود، يقول لك الكلام ويطالعني دكتور يعني الحريم يقصوا عمر ريايل. لا لا بالعكس بالعكس، حتى مدة البرنامج يعني طولت عقب ما انتخبت لي دكتورة في البرنامج. الله يسلمك. الله يخليك. الله يحفظكم. وبإذن الله أيضا أنا في اليوم الثاني أيضا محدثين قوية جدا، من ضمنهم ماري آيكن اللي هي متخصصة في علم طب النفس الجنائي. يوم ما يخفى عليكم السايبر سايكولوجي أو طريقة تصرفنا نحن أونلاين بخلاصة شو مخاوفها وشو تأثيرها على صحة الشخص وشو الطباعات اللي تتركها على الطفل. يعني صراحة خوفتني، قالت لي يجب أن ما يكون للطفل حتى أي سوشيال ميديا أكاونت قبل ما يوصل سن 13. وبالفعل هذا مكتوب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ان الطفل ما يكون عنده موقع اجتماعي او حساب في التواصل الاجتماعي قبل سن 13. لكن بتشوف اليوم تأثيراتها هذه بتعكسها البروفيسورة ماري آيكن في حديثها اليوم. وايضا عندنا من المتحدثين اليوم ان رئيس شركة أكفا بيتكلم عن كيف تحولت شركة أكفا من شركة إذا حد يذكرها كانت طباعة أفلام صحيح الرول الكاميرا رول هذا إلى اليوم هي أكبر شركات العالم توريدا للأشعة صحيح أو أنظمة الأشعة الإلكترونية بما فيها هيئة الصحة اليوم في دبي. فكثير من المتحدثين اليوم ندعو أيضا المستمعين الكرام لحضور المنتدى وحضور حتى صحة التكنولوجيا، حديقة صحة التكنولوجيا الموجودة عندنا اليوم في المنتدى لتعرض أركان كثيرة منها، ركن طباعة ثلاثية الأبعاد، ركن روبوت الجراحي، وأيضا عندنا من شركائنا ركن الذكاء الاصطناعي، وركن أيضا الواقع الافتراضي من مايكروسوفت وآي بي أم، وأيضا عندنا ركنين جدا مسلين اللي هو ركن المتحدثين اللي هو مساحة حرة للحديث عن الصحة وعن مستقبل الصحة. وأيضا ما ننسى أخواننا من رواد التواصل الاجتماعي ما شاء الله عليهم مؤثرين جدا في الإعلام، حتى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد أمس شد كثير السوشيال ميديا وول وكيف التويتس قاعدة توصل لهذا الوول، بحيث أن دور اليوم رائد التواصل الاجتماعي وتأثيره في الإعلام وتأثيره في نقل المعلومة اللي نحن دائما نناشد أن هذه المعلومة يجب أن تكون صحيحة، لأن ما شاء الله عليهم بعضهم عندهم متابعين فوق 10 مليون بيوسف ودكتورة. يعني هذا تأثير الكلمة اللي عنده أو الصورة توصل لعشر مليون شخص. صحيح. وبس دكتور محمد بس نذكر بما أنك تذكرت الحديقة الصحة التكنولوجية إن اليوم بتكون الدعوة مفتوحة للجميع من الساعة 3 لين الساعة 6 المساء إن شاء الله، فبيكون في فائدة للجمهور إنهم يحضرون ويتعرفون على أحدث تطورات في المجال الصحي والطباعة الثلاثية الأبعاد مثل ما تفضلت. بإذن الله. والحديقة جدا ملهمة، يعني أتمنى حتى الطلبة يحضرونها، حتى طلبة المدارس مش فقط الجامعات، نبغي نسمع إلهامهم وين يوصلهم وشو هم استشرافهم للمستقبل، لأن جد جدا مهم عندنا ان الطلبة اليوم يشوفون الصحة وين واصلة ويستشفون معانا مستقبلهم، لان هذا مستقبلهم هم وصحتهم هم بعد 10-20 سنة 30 سنة، نبغي الافضل لهم. صحيح صحيح. جميل. دكتور يعني انا شدني في اركان الحديقة هنالك، يعني انتم خصصتوا ركن خاص بتقنية ثلاثية الابعاد وهنالك بعض الخدمات اللي تم طرحها بالتفصيل للمشاهد. خلينا نتعرف على يعني أهم شغلة الواحد لازم إذا حضر الحديقة لازم يشوفها. طول العمر أول ما حد يدخل الحديقة بنحط في إيدينا اللي هو الكاست الأسنان أو طبعة الأسنان.
كيف كانت تعمل في السابق وكيف اليوم بتشوف الماكينة أمامك طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع مال مئات القوالب للأسنان في خلال 20 دقيقة أو 30 دقيقة. أيوة نحن عندنا دكتور حمد المسمار عقب الفاصل بتعطينا تفاصيل هذه الطابعة الحيلة. هي نعم. هي نعم. فبتشوف هذا شيء يعني حد يقول بيلغي أدوار كثيرة أو وظائف كثيرة أو كذا، لا بالعكس هذا يطور من خدمة يطور من جودة منتج، يطور يحسن الجودة كان يتم يدويا قبل، لازم كان العامل الموظف مع المختبر الأسنان يسوي يدويا، ولكن مع الطباعة ثلاثية الأبعاد أتوقع حتى الدقة دكتور تكون أفضل، أفضل والجودة أفضل، وحتى نحن نهدف إلى سعادة المريض النهاية، ومن أهم أركان سعادة المريض أنك تقلل وقت الخدمة المقدمة أو تسرعها. صحيح. هذا الجهاز بيسرع لك. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي الحشري، لك حقيقة هذه المداخلة، كلمة خيرة بتوجهها قبل لا نختم معك؟ بالعكس نشكر جميع الرعاة اللي ساهموا ويانا في المنتج بصراحة، يعني مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري ومركز بلاروما للطب وجراحة التجميل والمنطقة الحرة في مطار دبي، بصراحة يعني نشكرهم من كل قلبنا، بدونهم ما كنا وصلنا لما وصلنا، ونشكر جميع القائمين على المنتدى من اللجنة المنظمة وصولا إلى رئيس مجلس الإدارة معي حميد القطامي. ما تقصر دكتور، شكرا على المعلومات القيمة اللي تحفنا فيها من قبل ما يبتدي المنتدى لين اليوم، هو ثاني أو آخر يوم من المنتدى. شاكرين لك تواجدك معنا دكتور محمد، ونهارك سعيد. الله يحفظكم. الله شكرا. حياك. بعد ما كان معنا دكتور محمد نطلع فاصل. نطلع فاصل محمود. فاصل إيه يبان تشربين ماي. نشرب ماي ونشرب سبيشال مال عزيز. محمود طالبنا سبيشال كوفي بنشربه إن شاء الله بعد الفاصل، فنغيب عنكم ثواني ورجع لكم إن شاء الله. فاصل مستمعينا وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في الاستوديو معي الدكتورة ندى الملة. دكتورة ندى، اليوم أنت مش ضيفة، أنت مذيعة، فعشان شي أنا لازم أروح أشوف بعض التفاصيل الخاصة في منتدى دبي الصحي، ولكن معانا على الخط بتكون دكتورة حمدة المسمار. دكتورة حمدة، كان الدكتور محمد الرضا كان يحدثنا عن جانب من جوانب الطباعة ذات الثلاثية الأبعاد. صحيح. وفي تقنية جديدة بنتعرف عليها أكثر، ولكن أنا سامحوني بستأذن من عندكم من الاستوديو، بلاقيكم إن شاء الله في منتدى الصحة. إن شاء الله نشوفك محمود. صبحت الله بالخير دكتورة. اهلا وسهلا، صباح الخير. يا هلا، معك دكتوره ندى، بتكمل الحوار ان شاء الله. اوكي. حياك الله دكتوره حمدة، شخبارك؟ اهلا وسهلا حبيبتي. اول شيء شرفنا وجودكم في منتدى دبي الصحي اللي اليوم يتابع ان شاء الله اعماله في اليوم الثاني والاخير من المنتدى، وطبعا مثل ما تعرفين هو منتدى يشمل مشاركه واسعه من العلماء والخبراء والنخب الطبيه والمتخصصين من داخل الدوله وخارجها. احنا تكلمنا وايد عن المنتدى وعن مواضيعه ومحاوره والمتحدثين، بس احنا الحين نبغى نركز على الحديقه التكنولوجيا الصحيه، بما ان اليوم بتكون مفتوحه للجمهور من 3 لين 6 المساء إن شاء الله، فنباك تعطينا أحدث ما يعرض في هذه الحديقة اللي هو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي أنا سمعت أنه بيركزوا فيها أكثر شيء على الطباعة في مجال طب الأسنان، فلا ممكن تعطينا دكتورة حمدة عن شو الجديد في مجال طباعة ثلاثية الأبعاد في خدمة في مجال طب الأسنان؟ إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة دبي، احنا نقدم خدمات كثيرة ومتنوعة، دائما نحاول ان احنا يعني نقدم ما هو افضل ونواكب التكنولوجيا. فطباعة الأسنان ثلاثية الأبعاد هي تعتبر ابتكار لإنجاز لاختراع جديد أخذ يحل محل الطرق القديمة والتقليدية في طب مقاسات الأسنان وفي صناعة العناصر الأساسية المستخدمة في التشخيص والعلاج، ويتم ذلك في فترة قصيرة وبتقنية عالية. تفضل دكتورة حمدة.
طبعا هذا في وجود الماسح الضوئي. الماسح الضوئي هي عبارة عن أداة نستخدمها بحيث أنها تنقل كل تفاصيل الفم إلى طابعة ثلاثية الأبعاد. فهي على يعني مثل ما نقول وفرنا على المريض الطرق التقليدية المزعجة في عمل اللي هي أخذ المقاطات. ففي هاي الحالة احنا نكون اللي هي رفعنا من نسبة رضا العملاء وإسعادهم. طبعا دكتورة حمدة انت بشرحك سبقتيني في سؤال بسألة، انه ممكن المتعامل يسأل انا كمتعامل او كمريض لعيادة الاسنان شو الاستفادة البتيني لو تم نتحولنا من الطريقة الاعتيادية القديمة للطباعة ثلاثية الابعاد، فانت قلتي انه بيختصر الوقت على المتعامل صحيح؟ نعم. وشو الفائدة الثانية يعني شو بتقدمها هالطباعة ثلاثية الأبعاد للمريض؟ التقصير وقت الخدمة، هل طبعا مثل ما كنا نتكلم مع الدكتور محمد بعد أتوقع بيكون في دقة أكبر في مسح أو إعداد قوالب الأسنان؟ نعم. يعني المخرجات من هذه الطابعة تكون على يعني على مستوى دقيق عالي. مثلا لما نتكلم من الناحية العلمية اللي هي القوالب المصنعة يدويا تكون نسبة الدقة فيها في حوالي 500 ملي مايكرون، بينما في القوالب المصنعة بطابعة ثلاثية الأبعاد تعطيني دقتها ب 13 ملي مايكرون، ففي فرق كبير. طبيعي. نعم. في نفس الوقت إن نختصر اللي هي الزيارات، خاصة اللي هي في عملية الطبعات، لأن شغل الأسنان يعني جدا شغل حساس. فأي يعني مثلا لما ناخذ الطبعة ويكون فيها أي جزء غير واضح احنا نرجع نعيد طبعا من اول جديد للفك كامل، بينما في وجود تقنيه الماسح الضوئي فان احنا بس نركز على الجزء اللي هي مثلا يعني ما كان واضح في المقاس. وبالنسبه لي يعني الوقت المستغرق يعني يكاد لا يذكر. كذلك لما تنقلين كل هاي المعلومات الى المعمل بكبسه زر، يعني ما تاخذ لك اللي الخطوات اللي احنا مثلا تقليديه عمليه اللي بعد بعد المقاف، عمليه اللي هي التعقيم، بعد التعقيم عمليه التغليف، وبعدين اللي هي استخدام المواصلات لنقلها من العياده الى المخبر. ممتاز. يعني هذه هل الطابعة ثلاثية الأبعاد متى تتوقعين دكتورة حمدة بتكون إن شاء الله موجودة في العيادات أو في هيئة الصحة بحيث إن نقدر نستخدمها وتبدأ نشوف التأثير الإيجابي لها على الخدمات المقدمة من الهيئة؟ أيوة. يعني شيء جيد أو أقول يعني ممتاز إن إحنا عندنا الأجهزة موجودة. جميل. فترة اللي هي التدريب عليها وإن شاء الله خلال يعني الأيام القادمة الأسابيع القادمة إن شاء الله بتفعل هذه الخدمة. جميل. طبعا هذه مثل ما نقول دعوة لجميع المتعاملين عندنا لهيئة الصحة إن بيكون عندنا إن شاء الله اللي بتشوفونه اليوم في الحديقة الصحة التكنولوجية في منتدى دبي الصحي اللي هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لقوالب الأسنان، إن شاء الله قريبا ستدخل حيز التنفيذ في قطاع في القطاع عندنا في الهيئة إن شاء الله. نعم. فإن شاء الله نتوقع يكون في قفزة كبيرة في مجال خدمات الأسنان. أكيد إن شاء الله. في كلمة أخيرة حابة تقولين دكتورة حمدة في نهاية لقائنا الجميل هذا معك؟ والله أنا يعني أحب أقول إن يعني المنتدى هذا منتدى متميز، يعني هو يعكس مكانة دبي المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام كل ما هو جديد من التكنولوجيا المتطورة. جميل جميل دكتور حمدة، نشكر لك حضورك معنا اليوم وشاركتك معنا في البرنامج، وإن شاء الله نشوفك في المنتدى بعد ما نخلص برنامج صحة وسعادة. ويومك سعيد دكتورة. حياك الله. طبعا كانت عندنا معنا دكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في الهيئة، واللي أعطتنا موجز عن طباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طب الأسنان، والذي ما ذكرت أنه بيختصر زمن الخدمة المقدمة للمتعامل، وهذا اللي نحرص عليه في هيئة الصحة. الحين ننتقل من بعد لقائنا الجميل مع دكتورة حمدة المسمار مع الدكتورة الجميلة دكتورة وفاء عايش، طبعا غنية عن التعريف دكتورة وفاء موجودة بعد في الفلارات من صحة وسعادة اللي تشوفونها مع سعيد وسلامة. دكتورة وفاء صبحت الله بالخير.
صباح الفل والورد والياسمين. هلا هلا حبيبتي، شخبارك؟ اهلين اهلا حبيبتي. نور الاستوديو بمكالمتك هذه، الاستوديو كامل نور. الله يسعدك، منور فيكم. الله يخليك. طبعا دكتوره فاء كانت معنا امس في اول يوم في منتدى دي الصحي وتشرفنا وجودها، واضافت روح جميله ما شاء الله على المنتدى. واحنا اليوم نتكلم مع دكتوره وفاء عن عمليه استقطاب الخبراء والمتخصصين للمنتدى والحضور المكثف اللي ما شاء الله فاق التوقعات. اظن امس شفنا دكتورة وفاء كانت القاعة ما شاء الله متروسة، ما كان فيها مكان، كانت الزحمة ما شاء الله. فلو ممكن دكتورة وفاء تكلمينا عن استقطاب الخبراء والمتخصصين للمنتدى هذا في منتدى دبي الصحي. طيب، أولا تم الإعلان عن المؤتمر وتواصلنا مع جميع الجمعيات الطبية داخل الدولة وخارج الدولة، بالجي سي سي، حتى على مستوى يعني بلندن، بدول المجاورة كلها. عدد الناس اللي سجلوا أوف سايت، يعني سجلوا قبل المؤتمر، وصل الحمد لله 1700 شخص. جميل، عدد كبير. نعم، أون سايت مباشر مبارح فاقوا الإنية، واللي كانوا على الأونلاين حوالي 700. لله الحمد. وكان الحضور، تعرفي لأنه إحنا government فما فينا يطلعوا مثلا كل الناس مرة واحدة، ففي ناس حيحضروا أول يوم، في ناس حيحضروا ثاني يوم، لكن لله الحمد كان الحضور في القاعة أمس حوالي 1400 شخص. ما شاء الله، جميل. وكان واضح ما شاء الله، يعني القاعة كانت فل ما شاء الله، كان الجميع مستمتع وحاضر المنتدى من بدايته لنهايته. هي نعم، لغاية الساعة 4، ولله الحمد بآخر حلقة مع دكتور أنور ودكتور أحمد عبد المالك كانت القاعة الحمد لله شبه ممتلئة. طبعا كان في طب، والبلدان اللي إجا منها الحمد لله مش بس من دولة الإمارات، من كافة الإمارات العربية 7 إمارات، لكن كمان كان عندنا من الكويت، من السعودية، من قطر، من الولايات المتحدة، من فرنسا، من سنغافور، من UK، من ساوث أفريكا، من قطر، من البحرين، من الأردن، من لبنان. فكان عندنا تنوع كمان في الحضور، وهذا يعني أول منتدى دبي للصحة. لله الحمد، فضل من الله عز وجل، كان فيه توفيق بالحضور. كمان ما تنسي أنه يعني نوعية البانلز أو نوعية النقاش بالمحاضرين اللي موجودين هم ليدر في العالم، صحيح. سواء في التكنولوجيا، سواء في الصحة، سواء في الإيكونومي، الصحة الصحة الاقتصادية، سواء كأطباء، سواء سايكولوجيست، كأطباء نفسيين وعلاقتهم بالصحة. حتى جبنا يعني الاقتصاديين اللي يرعون المباني الصحية، يعني جبنا كل شيء له علاقة بالصحة من A to Z، من الألف إلى الياء. صحيح، يعني اللي تشوف قائمة المتحدثين في منتدى دبي الصحي في يومين أمس واليوم بلاقي إن قائمة ضخمة تضم أهم الأسماء، وزراء ومدراء وأصغر CEO في العالم، ووزيرة السعادة بعد أمس كانت مشرفتنا في المنتدى. وفعلا أضافت سعادة حقيقي يعني، أعطتنا تيبس، أعطتنا نصائح كيف ممكن نعمل. يعني اللي ما كان عارف شو دور وزيرتنا عمود الرومي، صحيح، امبارح فعلا هي لحالها اطفت سعاده واعطتنا بعض المفاتيح حتى بتقدر تساعدنا. صحيح صحيح، امس كان طبعا وجودها واضافتها للمنتدى كانت اضافه كبيره. دكتوره وفاء، مثل ما انت قلتي استقطبنا اسماء ضخمه من حول العالم. طبعا احنا نقول ان منتدى دبي الصحي، كون ان الناس حول العالم لبوا الدعوه للمشاركه في هذا المنتدى، فهو لو انت تقولينا بس شو دلاله هذا الشيء، ان كل هالاسماء الكبيره جت حول العالم من أمريكا ومن UK ومن سنغافور ومن أفريقيا الجنوبية ومن دول الخليج، تلبيتهم لهذه الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى، أتركك أنت المجال تقولين هذا على شو يدل بكلماتك الجميلة. أولا يدل على أنه دبي دائما نسعى للرقم واحد، وبإذن الله حتضل الرقم واحد إن شاء الله. أكيد إماراتنا أكيد. العربية المتحدة إمارات الخير، فيها الناس بتجيها لإلها إمارات الخير. صحيح، دولتنا تستقطب الناس أولا للسياحة وللعلم، إضافة للسياحة. يعني هو جاي على يعني عنده شغف في المنتدى، لأنه فعلا لقى فيه أسماء عالمية جات ولبت الدعوة لنا بحب، لأنه صحيح. عارفين أنه إحنا نسعى إلى أن نكون
في الصدارة وسنكون بإذن الله في الصدارة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا دكتورة فعايش أشكرك على المداخلة الجميلة هذه معانا في برنامج صحة وسعادة، وأذكر المشاهدين إن والمستمعين أذكرهم أن دكتورة فعايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، موجودة إن شاء الله في المنتدى أمس وبتكون موجودة إن شاء الله اليوم وتطلع معانا الآن. نعم تطلع وتطلعين في الفلارات مال سلامة وسعيد. سلمي على سلامة وسعيد إن شاء الله. يومك سعيد دكتورة. الله معك. باي باي. طبعا كان عندنا مداخلة جميلة من دكتورة فعاش بخصوص الأسماء الكبيرة اللي استقطبناها في منتدى دبي الصحي. طبعا هالأسماء اللي ذكرنا أكثر عن مرة هي أكبر دلالة على مكانة دبي العالمية كمركز للسياحة العلاجية أيضا، وليس فقط للسياحة السياحة العادية. وجود دبي لها منصب أو لها مكان حول العالم كمركز للسياحة العلاجية يشجع كثير من الأسماء حول العالم المتخصصة في مجال الصحة إنها لما توجه لها دعوات لحضور مثل هذه المنتديات، وأول منتدى من نوعه وإن شاء الله ما رح يكون آخر منتدى ورح يتكرر إن شاء الله في السنوات القادمة. وإحنا ندعي إلا فاتت تسجيل هذه السنة نشجع إن شاء الله لما يتكرر المنتدى مرة أخرى أنهم يسجلون ويحضرون، لأن صراحة الفائدة فيه كبيرة جدا. عندنا كم دقيقة يا حمدة قبل نهاية البرنامج؟ 6 دقائق بس. فقرة بسيطة أنا حضرت لكم إياها اليوم بخصوص هي معلومة طبية، أنا حابة كل يوم أقول لكم معلومة طبية صغيرة ما يكون فيها كلام وايد عشان نوصل فيها معلومة مهمة. راح نتكلم اليوم في آخر 6 دقائق من البرنامج عن فحص القدم لمريض السكر. كثير من الناس طبعا إحنا عندنا للأسف نقول نسبة عالية من إصابة مرضى السكر في الإمارات. كثير من مرضى السكر لا يعلمون أو لا يدركون أهمية الفحص الدائم للقدم. شو نقصد بفحص القدم؟ معناها أن مريض السكري أول ما ينش الصبح يقعد على السرير ويكون في منظرة كبيرة قدامه، يرفع ريلة في المنظرة ويتم يفحص قاع القدم. فحص قاع القدم جدا مهم. شو نشوف احنا لما نفحص قاع القدم؟ نتأكد أول شيء انه ما في جلدية موجود، ما في خدوش أو جروح حتى لو كانت بسيطة. شو الهدف من هذا؟ ان اي جرح في قاع القدم لمريض السكر تعتبر قناة مفتوحة تدخل منها البكتيريا للأنسجة الموجودة في قاع القدم، وتسبب بكتيريا، تسبب انتشار البكتيريا وتسبب لا سمح الله غرغرينا. فمن المهم جدا أي مريض سكر الحين يسمعنا أنه يقوم بفحص القدم كل يوم الصبح، مثل ما قلنا يفحص قاع القدم يتأكد ما في خدوش أو جروح، بعدين يفحص ما بين أصابع القدم. فحص ما بين أصابع القدم شيء ممكن وايد ما يعرف أهميته، لأن مريض السكر يكون عنده عالي ومنطقة ما بين الأصابع تكون دائما رطبة ومظلمة ومسكرة، فالفطريات تحب تعيش في هذه الأماكن تتغذى على السكر بالتالي تنمو بين الأصابع. فلازم نفحص ما بين الأصابع نتأكد إن ما في مادة بيضة موجودة. الفطريات بالعادة يكون شكلها أبيض وتسبب حكة وأحيانا تسبب رائحة غير مستحبة، فلازم إن نفحص ما بين الأقدام، نفحص الأقدام ما بين الأصابع. ومهم جدا مريض السكر بعد الوضوء للصلاة لازم ننشف الريل بشكل جيد، خصوصا بعد ما بين الأصابع لما نرطب القدم عند مريض السكر لما نقول احرص ان ريلك تكون مرطبة، الريل الجافة الجلد الجاف يشجع أكثر على تكون الخدوش أو الجروح في قاع القدم بالتالي تدخل البكتيريا. فلما نقوم بترطيب القدم نحرص أن ما يكون فيه ترطيب، ما يدخل كريم بين الأصابع. ليش بعد؟ عشان ما تتكون رطوبة بالتالي تتكون فطريات. أو كل مريض السكر يسمعنا اليوم نتوجه لطبيب العائلة ويسأله عن فحص القدم لمريض السكر، وعساكم دوم إن شاء الله بصحة وسلامة. وصلنا نهاية برنامجنا، نختم حمدة ولا أوكي. وصلنا لنهاية برنامج الصحة والسعادة لليوم. أشكر فريق الإعداد معي من السقة حمدة المعيوف والمخرج محمد الصفار وزميلي محمود اللي راح منتدى دبي الصحي، وإن شاء الله أنا راح أطلع من الاستوديو وأكون متواجدة هناك. إذا كنتوا موجودين في المنتدى مروا علينا سلموا علينا، ونتمنى نشوفكم جميعا إن شاء الله منتدى دبي الصحي، وعساكم دوم صحة وسعادة ونشوفكم باكر إن شاء الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.